الهشاشة والتشرد والفقر ومكيظلمو حد. اجي شوف اخويا هذا السيد، قول لي شكون غادي يكون بهذا السيد، وانا راه ما نخليش وهو ما باغيش يمشي معايا، حيت قال لك انا عشت في الدار 38 سنه ما كاينش اللي خرجني منها تنخرج جنازه. اجي اخويا دخلوا تشوفوا وغتعينوا لراسكم. انت تشرا كلشي صحته، كلشي قال ديته رزقي ورزق ولادي. الدار كانت فيها على صالون وبيت وجوج بيوت وجرده، هادشي كلشي انا اللي بنيته، هادشي كلشي انا اللي خدمته. انا تسولي ديال ظهري عواج حيت كان كيبغي الابهه وكيبغي يفتخر، تيقول لي اختي صلحي وصوبي. علاش؟ حيت كان كيجيب صحابو يبركو هنا وينشطو هنا وياكلو، وتبان لي الدار انيقه، ما بانت لي لا صحتي لا ولادي. وفي الاخر ولا تيقول لي الباب الدار جايبه 700 مليون. اجي خويا السلام عليك. هذا خويا يوسف، هذا هو خويا الصغير، ها هو. انا خويا تنقول ليه يلا معايا. خويا قال لك باغي يبقى في هاد الدار وما يخرجش منها، حيت عاش فيها 38 سنه، 38 سنه. ومني دار الدعوه ما قالش هاد الدار فيها اختي وخويا وولادي وولاد اختي، قال فيها خمولي مصطفى وخديجه عصراوي. هذا راه يوسف عصراوي وحقه عند الله وعند الله ويتيم. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صاب ما يدير اليتيم حتى حاجه يحك ليه راسه. هذا باغي يخرج اليتيم من الزنقه. هذا ما تشعر بحتى شي حاجه، ما كاينه انسانيه، ما كاينه اخوه، ما كاينه حقوق، ما كاينه الا الله وحده لا شريك له. الا الجبار العزيز القوي هو نفذ فينا حكم العبد، ولا حنا الزنقه وحنا بغينا العزيز القادر يعني ينفذ فيه الحكم ديالو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.